D1FM 91.2. انتظرنا طويلا في انه يكون موقف الوزارة الداخلية على الاقل في مستوى مسار، لانه مسار ليس مقبول بالمرة، حتى وان قيل وانه حالات معزولة فانه هذا بالشكل اللي صارت به فيها عنف قوي، فيها فظاعة، فيها اسلوب فج، في انه يقع تعنيف صحفي جسديا، يقع لطمه، يقع شتمه، يقع ايقافه لمدة ساعتين يعني تقريبا كاملتين، حتى افصحوا على هويته ما خفرلوش وخلاه عرضة للاهانة على مرأة ومسمع من كل المواطنين الموجودين، وقت اللي هو ذنبه الوحيد انه كان يقوم بواجبه. لا ماهوش مبرر امبوسيبل، خاطر الصحفي ما تقنعنيش، الصحفيين معروفين بالكعبه، يا اخي احنا في معتف الصفاقس اون فيت قداش من صحفي؟ اون سيكونت او بو دي دوا. دونك هذه مغالطه نشوفها اللي ذرمت في العيون. ما نعرفوش علاش مثل هذه السلوكيات، معناتها لابد وان كانت حتى كما قلت معزوله لابد من ان نتصدى لها، ولابد من انه الجهات المعنيه وزاره الداخليه ان تتخذ الاجراءات، لانه يهم وزاره الداخليه كما يهم الصحفيين انه يكون عندنا امن جمهوري ما فيهش تعنيف للصحفيين وحتى المواطنين، يعني ما ثمش مبرر لاستعمال العنف في مثل هذه الحالات وبالطريقه هذه. ان جورناليست ندو با اتر اغريسي باغ برينسيب، مالوريزمون ما فاتئت تتكرر الاعتداءات هذايا، ولا السلطات معناتها المعنيه لا تحرك ساكنا، سي موفيز اوسبيس، ما يبشرش حتى بخير، بالعكس باش نرجعوا للمربع اللي كنا فيه، وضرب حريه التعبير وضرب حريه الصحافه، يلزم فريمون حلول لوقف معناتها النزيف هذايا للاعتداءات على الصحفيين. اللي احنا في داخلنا متأكدين انه في داخلكم جزء كبير من التضامن معنا. نجدد شكري لكل مواطن حضر، نجدد شكري لكل مواطن سندنا سواء عن طريق الفيسبوك ولا بالتليفون ولا بغيره. انا متاكد انه فما عشرات ومئات يسندوا فينا اليوم ما نجموش يحضروا، خاصه الزملاء اللي موجودين في تونس العاصمه وفي غيرها من الولايات، واللي هم مقبله يتصلوا بالتليفون ليأكدوا دعمهم الوقفة الاحتجاجية هذه. صحيح اليوم وقفة قطاعية، قطاع الإعلام والصحافة في صفاقس بالمساندة مع منظمات وبالمساندة مع حتى أفراد وبعض المكونات السياسية الموجودة هوني، يبقى موضوع مس الإنسان في كرامته وفي حريته الجسدية يبقى ديما مرفوض. واقف اليوم هنا مع الأخوة الصحفيين، أول حاجة باش نعبر على تضامني معاهم، تضامني مع الأخ حمدي السويسي اللي تعرض للاعتداء، وللعلم معناتها واكبت القضية من انطلاقتها، كان الاتصال مع وزارة الداخلية مع مدير الإقليم، حبينا نقفوا على الحدث الجلل هذا اللي وقع، قدمت لنا تبريرات اعتبرناها في غير محلها وتبريرات غير كافية لما حدث، معناتها اللي حدث راه يحتاج إلى معالجة حقيقية، إلى اعتذار رسمي من جهاز الداخلية حتى ما يتكررش، لكن للأسف الشديد الاعتداءات راهي قاعدة تتكرر. اليوم كل الهياكل الرسمية وغير الرسمية معنية بمثل هذه الحركات لأنها مؤشرة سيئة لعودة يعني أساليب قديمة، نتمنى أنها ما تعودش، لأنه ما هوش بلاد تحترم نفسها. اليوم الصحافي يتضرب ويتهان ويتشتم وهو يقوم في مهنته. هي صيحة فزع، صيحة انذار لجميع السلطات، كفاء اعتداء على الصحفيين، كفاء قمع للصحفيين، رانا احنا نأديو في رسالة، رانا ما احناش باش نقبلوا نرجعوا للمربع القديم، مربع القمع، مربع الاستبداد، لا لا لا.